حياكم الله مشاهدينا ومعاكم مستمرين، ونستقبل الآن عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد الله البركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة. مساك الله بالخير وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك. مساك الله بخير وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك وتقبل طاعتكم ان شاء الله. منا ومنكم صالح الاعمال وعلينا وعليكم يتبارك ان شاء الله. امين. دكتور خبرنا عن اجواء العيد باول يوم وكيف قضيتوه هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع اسماء ايات التهاني والتبريكات الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله، والى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن حمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة والشيوخ، وإلى شعب الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات، وأن يمن على إمارتنا الغالية بالأمن والازدهار إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طبعا تعرف بداية الأمور طبعا مو نفس قبل، تعرف الوضع الجائحة والإجراءات الاحترازية والتعليمات الموجودة. نعم. من قبل الجهات الرسمية طبعا هنا كانت في حصر في عملية الزيارات والخروج والتزام بالإجراءات الاحترازية. طبعا الوضع اختلف عن السنوات السابقة، لكن كان الحمد لله رب العالمين الأمور كانت طبعا محدودة عن قبل، لكن الحمد لله نقول على كل حال. فكانت هناك في زيارات الأسر وزيارات المحدودة اللي كانت حسب التوجيهات الموجودة طبعا. الحمد لله وإن شاء الله. يا الله قول يا رب إن السنة الجاية إن شاء الله ما بيكون هذا الوضع بإذن الله تعالى. إن شاء الله بالمعنى. ودكتور يا ليت خبرنا عن أهم خطواتكم في الفترة السابقة في نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا من بدايه الجائحه يمكننا من اكثر الانديه والانديه اللي كانت عندها فكر استباقي للعمليات، او نقول كان عندنا من نوع من المخاطر اللي يمكن تكون موجوده في المستقبل. نعم. الغير مباشره كانت طبعا اللي هو كان عمليه ان لازم يكون هناك في عندنا الوسائل التقنيه في عمليه التعليم والتدريب وكذا. الحمد لله يوميه الجائحه اعطيت تعليمات للأمانة السر أن نبتدي في عملية التعليم عن بعد، وطبعا كانت هناك القاعدة موجودة، البيسك موجود، فقدرنا احنا الحمد لله رب العالمين نتواصل مع اللاعبين نبتدي نأهلهم. وبعد فترة حصلنا أن حتى الاتحاد الدولي بدأ يفعل بعض الأنظمة الحالية أساس البطولات، فكنا الحمد لله رب العالمين من على سباقين على مستوى الدولة في عملية التدريب وتأهيل اللاعبين على مستوى الدولة. ومن ناحية البطولة طبعا عندنا بيغادر لاعب من العمار سدراني مع منتخب الوطني إن شاء الله غدا إن شاء الله. في مشاركة مهرجان بل الدولي الشطرنج في سويسرا، والذي قام من فترة 24 إلى 4/8. وطبعا عندنا بطولة تجهيز لبطولة كأس رئيس الدولة، طبعا بيكون البطولة بتكون يعني على الرقعة يعني مو أونلاين. نعم. وبيشارك فيها طبعا لاعبين عمار السدراني ومحمد سعيد الجليلي وخليفة خالد الحفيتي، وبطولة الناشئين تحت بيكون تحت الربطة بيكون سالم جاسم البوشي وحمد المراهدة وسلطان جاسم. وطبعا هناك في بطولة العالم للشباب والناشئين بيكون عبر الانترنت عبر منصة تورينلو بتاريخ 31/8. طبعا ايضا بيشارك فيها لاعبين المنتخب محمد سعيد وخليفة خالد الحفيتي، بالإضافة لمشاركات في البطولات الدولية للتقاب عبر الإنترنت. من ناحية المبادرة طبعا الحمد لله رب العالمين احنا حنطلق مبادرتنا المعسكر الصيفي تحت شعار صيفنا مهارات تحدي إتقان، اللي بيكون تاريخ 25/7 ولغاية 5/8، ويتضمن فقرات نوعية في تعليم الشطرنج، التعامل مع الخيول، الرماية، محاضرات دينية وتحفيظ القرآن الكريم والريادة والتميز واستخدام الأمثلة أدوات التخييم والإعلام وأنواع الخط العربي وأساسيات تصوير الفوتوغرافي وأساسيات وتاريخ الرسم والحساب الذهني. ويقام المعسكر بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، مركز شرطة الخيالة، أكاديمية شرطة دبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس الفجيرة للشباب، ومفوضية كشافة الفجيرة، وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، ومعهد كامبريدج البريطاني في الفجيرة. سيكون هناك أيضا انطلاق المرحلة الأولى من مبادرات مسبار الأمل التعليم الشطرنج ل20,000 لاعب حول العالم، وهي مبادرة رائدة على مستوى العالم تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله. نعم.
وتم افتتاح ايضا مبادراتنا الالتحاق بالنادي لكل الجنسين تعلم عبر الانترنت، وتم فتح اكثر من مجموعه تعليميه جديده للمنتسبين الجدد الى النادي حد الان حسب الفئات العمريه. طبعا هاي الخطه اللي احنا بديناها على اساس ان نواكب حسب الظروف حسب الوضع السائد يعني، والحمد لله قدرنا احنا نتحرك ونبادر في مبادرات يمكن نكون سباقة على مستوى الدولة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الدكتور عبد الله البركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، شكرا لك وكل عام وانتم بألف خير.